السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا طلاب الصف الثالث؟ معكم المعلمة إيمان الشعيبي من مدارس قرطاج الدولية. سنتعرف اليوم إلى الصحابي الجليل الذي كان من السابقين إلى الإسلام، بلال بن رباح رضي الله عنه. بلال بن رباح رضي الله عنه صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام. حيث كان بلال بن رباح عبدا لأمية بن خلف، ولما علم بإسلامه عذبه، حيث كان يخرج به إلى الصحراء في الحر الشديد يضعه على رمالها الحارة، ثم يضع صخرة على صدره، وكان يضربه ضربا شديدا، وبلال رضي الله عنه يردد بصبر وثبات: أحد أحد. وبقي على هذه الحال حتى أعطى أبو بكر رضي الله عنه لسيده أمية مبلغا من المال ليطرق سراحه لوجه الله تعالى. عرف بلال رضي الله عنه بجمال صوته، فاختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤذن للصلاة، فكان أول مؤذن في الإسلام. شارك بلال بن رباح مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته، ووصفه الرسول بأنه رجل من أهل الجنة، وتوفي رضي الله عنه سنة 20 للهجرة. والآن يا ثالث، أريد منكم حل أسئلة الكتاب صفحة 43 و44. أشهد أن محمد رسول الله.